صدق الله العظيم. مين اللي قفل القرآن؟ أنا يا حبيبتي، في كلمتين كده كنا عايزين نتكلم معاكي فيهم أنا وفريدة. كلمتين إيه يا خالد؟ ده وقته برضه. وقته يا ماما، إحنا بقالنا 40 يوم مستنيين عشان نتكلم مع حضرتك ومفيش فايدة. إيه يعني الكلام المهم اللي هيتقال؟ وبعدين يعني هو اللي توفى ده مش باباكم برضه؟ آه طبعًا أبونا، عندك حق. طب يا ماما أدينا عملنا الواجب ولو إنه ما يستاهلوش. اخرس! أنت إزاي تتكلم على أبوك بالطريقة دي؟ أنا بقول الحقيقة يا ماما، الحقيقة اللي حضرتك مش عايزة تصدقيها. اللي بتقولي عليه أبويا ده هو اللي رمانا من سنين وراح اتجوز واحدة تانية على حضرتك. كل اللي كان بيعمله إن آخر كل شهر يحدف لنا قرشين ما يكفونيش أنا ولا أختي ولا يجيبوا لي بنطلون ولا يجيبوا لها بلوزة. بصي بقى يا ماما، من الآخر اللي بنعمله ده كله بس علشان خاطر نريحك وعلشان شكلنا قدام الناس. بالظبط يا ماما، ما كانش ينفع يسيبك في الظروف اللي انت فيها دي. بص يا ماما، احنا عزا واربعين وعملنا وكل ده ليه؟ عشان حضرتك ما تزعليش مننا، بس هو بالنسبه لنا مات من زمان، مات من اول ما قرر انه يسيبنا ويسيبك. واقول لكم ايه، اللي كان بيني وبين ابوكم الله يرحمه حاجه خاصه بينا، مش من حقكم انكم تتكلموا فيها. وبعدين انتوا عارفين كويس ان انا اللي مرضيتش اتطلق وفضلت اني افضل مراته حتى لو هو هيبقى بعيد، عشان انا كنت شايفه ان ده احسن لكم، وحاولت ما اقصرش معاكم على قد ما اقدر. ربيتكم وتعبت عليكم وكبرتكم لغايه ما اتخرجتوا واتجوزتوا وفتحتوا بيوت كمان. بمناسبه البيوت دي بقى، هو ده اللي هم عايزينك فيه يا طنط. ما تتكلموا في الموضوع، انتوا بتهروا في ايه؟ موضوع ايه حبيبتي؟ أنا وفريدة كنا فكرنا يعني إن إحنا نبيع البيت ده وبتمنه نجيب شقتين حلوين كده، وبرضو حضرتك كده كده هتبقى عايشة معايا. بيع إيه؟ ولو حابة تعيشي في مكان تاني طبعاً براحتك، البيت ده هيجيب فلوس كتيرة قوي. فلوس إيه وبيت إيه؟ أنا مش عايزة أبيع بيتي يا ماما. خالد يقصد إن إحنا بتمنه ناخد مكان في كومباوند كده شيك، ولادنا يدخلوا مدارس انترناشونال، هنعلمهم تعليم حلو قوي يا ماما. يا سلام، ومالها المدارس العاديه اللي جنب البيت اللي انتوا اتعلمتوا فيها؟ ما هي زي الفل. مدارس ايه بس يا ماما؟ الدنيا اتغيرت يا حبيبتي، انا مش فاهم انت قافشه في الاربع حيطان دول ليه؟ عشان الاربع حيطان دول بيتي اللي ورثته من ابويا وعشت فيه طول عمري، شفت فيه احلى ايام في عمري واصعب ايام برضه. وانا واقفه لوحدي حاجزه في وسط العمال بعلمهم يعملوا اكل ازاي عشان ابيع واصرف عليكم، وديني فعلا كبرتكم وعلمتكم، وفي الاخر جايين عايزين تطلعوني من بيتي، مستخسرين فيا اعيش مرتاحه في الايام اللي فاضله لي في عمري ليه؟ حضرتك ما تعرفيش البيت ده جايب كام لخالد؟ جايب ايه وكلام فارغ ايه؟ انت ازاي تعرض بيتي للبيع من غير ما تقولي انت اتجننت؟ اتجننت عشان عايز احسن مستوانا يا ماما؟ مستوى ايه وكلام فارغ ايه؟ انا مش هبيع بيتي. هتبيعي يا ماما، ولو ما بعتيش بمزاجك هضطرين نرفع عليكي قضيه وهتبيعي. قضيه؟ هترفع عليا قضيه يا خالد؟ كنت بكبرك واربيك عشان تبقى محامي قد الدنيا، عشان في الاخر ترفع عليا قضيه وتطردني من بيتي؟ لا يا ماما، هو خالد ما يقصدش، هو بس قصده ان هو يقول لحضرتك. قول لكم بره، اشطوا بره بيتي، يلا بره بيتي. في ايه يا ماما، انت بتطردينا ولا ايه؟ هي حصلت؟ ايوه حصلت، اشطوا بره، انا مش عايزه حد هنا معايا. يا ماما ما ينفعش نسيبك وانت في الحاله دي يا حبيبتي. لا ينفع، وتسيبوني وحاجه احسن من غيركم، اشطوا بره يلا. لا لا لا، دي شكلها تعبان قوي يا خالد. بقول لك ايه، انت تجيب لي هدومي وتحصلني عند ماما، انا مش ممكن اقعد هنا ثانيه واحده بعد كده. ايه اللي بتقوليه ده يا نوع؟ يلا بره كلكم، اشطوا بره كلكم، اوعى سيبني ما تلمسنيش، امشوا بره كلكم، يلا بره بيتي، انا مش عايزه حد في بيتي، انا مش عايزه حد في بيتي، مش عايزه حد في بيتي، ومش هسيب بيتي، محدش هيطلعني من بيتي، محدش هيطلعني من بيتي.